وأنت تتجول بين الشعارات التي يرفعها الشعب الجزائري في حراكه منذ أكثر من 20 جمعة، يشد انتباهك الكم الهائل من السخرية والفكاهة التي تطبع الشعارات المرفوعة. تشكيلة واسعة كتبت بذهنيات ناضجة وعقليات سياسية منفتحة تنشد الحرية وتنبذ الاستبداد وتكسر حاجز الخوف من السلطة. أسلوب لم يجد المختصون في السياسة وعلم الاجتماع إلا تصنيفه في خانة الموجة الجديدة من الوعي الذي تعيشه الجزائر. أسلوب يرى البعض فيه أفضل حل للمشاكل الجادة، كيف لا؟ والشعب يطالب بالتغيير الجذري ورحيل كل العصابة، ترفض التدخل الأجنبي وتنادي بالتحرر والاستقلال التام. كوميديا سوداء في مواجهة بؤس السياسة وتراجيديا الواقع، يقاوم من خلالها الشعب ليبعث لكل العالم رسالة مفادها لا سلطة تعلو فوق سلطة الشعب.